انطلق صباح اليوم الأحد المغامر المغربي أنس يقين ابن 25 سنة من مدينة الداخلة في رحلة خاصة إلى مدينة طنجة مشيا على الأقدام المتسابقة، الذي قرر تنظيم هذه الرحلة سيرا عبر المدن الساحلية في اتجاه الدار البيضاء ومن ثم وجدة وبعد ذلك الوجهة الأخيرة طنجة. هذا المسار سيأخذ 14 شهرا بحسب المغامر، الذي سيعمل على توثيق الرحلة بالصورة والصوت لإخراج فيلم خاص بالرحلة يجمع من خلاله التنوع الثقافي والاقتصادي والمميزات الخاصة بكل المملكة ضمن هذا المسار. واليوم إن شاء الله غنطلق في واحد الرحلة من داخلة لطنجة مرورا على كازا وجدة. الهدف المراد لهذه الرحلة هو واحد الرسالة اللي باغي نوصلها للناس على واحد نمط عيش اللي بعيد عن الحياة العملية، ونمط عيش اللي كيجمع ما بين المتعة والعمل وما بين الأهداف. عاوتاني اللي مراد الرحلة هو التصوير ديال واحد الفيلم وثائقي على المغرب. احنا هنا اليوم في الداخلة باش نكونوا مع ياسين، مع أنس ياسين اللي غادي يبدا واحد الرحلة مهمة من الداخلة تل طنجة. غادي يتمشى على رجليه، هرب الكلب تاعو السام، وغادي يمشي بوحديتو بشوية البنان وشوية اللوز وشوية التمر،